السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، نناقش اليوم سلسلة الاتهامات الأممية لإسرائيل بانتهاك أحكام محكمة العدل الدولية بشأن غزة، وسط تحذيرات لمنظمات دولية من حمام دم حال اقتحم جيش الاحتلال مدينة رفح. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي، وعبر سكايب أيضا من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس السيدة رتيبة النتشة، ولاحقا ستنضم إلينا من رام الله الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. فاصل ونبدأ هذه التغطية. نحو 130 يوما على انطلاق أو بدء الحرب الموسعة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني ضد كل ما هو أعزل في قطاع غزة، مئات الآلاف أجبروا على ترك منازلهم وشردوا في منطقة لا تتسع إلا للقليل من الناس، 20% من مساحة غزة ألا وهي التي يعني تعد ب 55 كيلومترا في منطقة رفح، يسكن بها حاليا مجبرا ما يزيد عن 1.5 مليون نازح، ومخططات لتهجير جديدة وعملية يلوح بها الاحتلال لإرهاب المواطنين ولإيقاع المزيد من الضحايا بحسب شهادات كثير من المواطنين. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه التغطية، ولعل البداية تكون معك ضيفي من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. يعني في اليوم 128 من الحرب على غزة، اتسع كما تعلم نطاق غارات الاحتلال على المنطقة الجنوبية تحديدا من القطاع، في ظل الحديث عن الترتيبات للاحتلال لعملية عسكرية في رفح، ما تداعيات خوض مثل هذه العملية حال أقدم عليها نتنياهو وجيشه؟ تفضل. مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة وللمشاهدين. أولا، العملية فيما يتعلق برفح هي مسألة محسومة في داخل الجيش الإسرائيلي وفي داخل المستوى السياسي الإسرائيلي. المسألة تتعلق متى وكيف، وإذا كان هناك من تداعيات قد تحدث يجب من الآن وضع الخطط لمنع هذه التداعيات. هم يتحدثون الآن عن كيفية إيجاد ممر آمن لنقل النازحين من جنوب من مدينة رفح إلى منطقة خان يونس والمواصي وإلى إقامة مدينة خيام في شمال قطاع غزة. هم يتحدثون عن أنهم يجب أن يكون هناك توافق مع الجانب المصري بهذا الخصوص، لكن على مستوى القرار هذا قرار متخذ سابقا. يعني اليوم هاليفي يتحدث ويقول أن الحديث العلني عن مسألة رفح هذا يخدم السنوار، نحن لدينا الخطط وهذه الخطط قريبا سوف تعرض على المجلس الوزراء لأخذ القرار بخصوصها، ولكن الجيش الإسرائيلي أعد الخطط منذ البداية. عندما كان النقاش سابقا في بداية المعركة هل هناك مناورة برية أم لا، والكثير من الفضائيات والمحللين تحدثوا أن إسرائيل لن تغامر في مناورة برية، ونحن قلنا نعم إسرائيل ستذهب في مغامرة برية مستمرة حتى رفح لاحتلال كل قطاع غزة، لأن الأهداف التي وضعتها إسرائيل هدف الأسرى والمحتجزين، هدف تقويض المقاومة الفلسطينية كاملة في كل قطاع غزة، وهدف سحق حماس كما يتحدث عنه نتنياهو. هذا لا يتم دون أن يكون هناك احتلال كامل لكل قطاع غزة، ورأينا كيف أن الجيروسلم بوست صرفت تقرير يتحدث عن خطة نتنياهو التي ناقش فيها العديد من الإدارة الأمريكية، والتي على أساسها خرج بايدن قبل شهر يتحدث أن نتنياهو لا يرفض مفهوم الدولتين. كان نتنياهو في خطته يتحدث عن حكم عسكري يقوم بالأعمال المدنية في داخل قطاع غزة. سيد فراس، اسمح لي أن أناقشك هنا. الذي حدث بعد 128 يوما
من الحرب المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، الذي حدث أن الاحتلال الإسرائيلي لم يفلح باستعادة جندي واحد أو أسير واحد من الأسرى المحتجزين، ولا كذلك أفلح بالقضاء على المقدرات الكاملة لحركة حماس أو المقاومة الفلسطينية، إنما هو حقق هدفا واحدا ربما لم يعلنه، ألا وهو القضاء على كل ساكن ومتحرك في قطاع غزة. من المؤكد أن لك إضافة في هذا، لكن دعني أشرك الآن بالحديث معنا عضوة هيئة العمل الوطني من مدينة القدس أيضا السيدة رتيبة النتشي، أرحب بك مجددا. إضافة إلى ما سبق من حديث الأستاذ فراس، باعتقادك ما هدف الاحتلال من عملية عسكرية قد تشن على رفح على الرغم من التحذيرات الدولية من احتمالية وقوع مجزرة بعد اكتظاظ المدينة بمئات آلاف النازحين؟ تفضلي أستاذة. يعني أولا خلينا نحط الأمور في نصابها، منذ بداية هذه الحرب نتنياهو لا يلعب ضمن القواعد المتعارف عليها دوليا في حسابات الربح والخسارة، ولا في الحسابات العسكرية، ولا حسابات استقراء المستقبل من الناحية العسكرية أو الناحية السياسية. إسرائيل حتى اللحظة هزمت استراتيجيا في هذه المعركة، لأنها فقدت كل عناصر الدعم السياسي الإعلامي، وحتى الصورة، صورة الردع التي كانت دائما تحاول تشكيلها في المنطقة، وحتى اللحظة لم تستطع تحقيق أي أهداف من أهدافها المعلنة. بالنسبة لأهدافها غير المعلنة، وهو المهم جدا، نحن نعلم أن الحركة الصهيونية لديها أهداف باعتبارها حركة إحلالية احتلالية، وبمعنى آخر هي لا يمكن أن تكون ضمن مفهوم حل الدولتين، ولا يمكن أن يتسق حل الدولتين ضمن مفهوم الحركة الصهيونية أو الأيديولوجية الصهيونية. وبالتالي مسألة تهجير الفلسطينيين إلى الخارج وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين هي تعتبر مسألة استراتيجية ستسعى الحركة الصهيونية إلى تحقيق وتسجيل نقاط فيها ما استطاعت، سواء كانت من خلال هذه الحرب أو من خلال أمور أخرى، ولكن هي ستستغل هذه الحرب من أجل مزيد من التهجير للفلسطينيين ومحاولة القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي ما نراه من دفع الغزيين نحو الهجرة، بدفعهم نحو الحدود الجنوبية أقصى جنوب نحو سيناء، هي ضمن هذه الاستراتيجية تدمير البنى التحتية بشكل كامل بحيث تصبح القطاع غير قابل للسكن، هي ضمن هذه الاستراتيجية. ولكن إذا تحدثنا عن تكتيكيات الحرب، نحن يعني لا نستطيع استقراء كل شيء في الحرب، في هذه الحرب، لأنها أحيانا تخرج عن المنطقة الحساب، ولكن نحن نرى أن هنالك انتشار للدبابات العسكرية حول رفح وتطويق لمدينة رفح، وبالتالي إمكانية حدوث العملية العسكرية المتحدث عنها هو أمر محتمل جدا، ولكن يبقى هنالك احتمالات أقوى بأن تكون هذه التهديدات هي من ضمن الضغط على المقاومة لتنزيل سقف توقعاتها، وأن لا تظهر بصورة المنتصر والقادر على فرض الشروط، يعني خلافا لما ظهر في الوثيقة الأولى لاتفاق باريس التي رفضت كثير من بنوده المقاومة الفلسطينية وأجرت تعديلات عليه رفضت من الجانب الإسرائيلي. إذن التلويح بعملية برفح الهدف منها محاولة إسرائيل خفض حماس لسقفها بعملية التفاوض والصفقة المرتقبة. أستاذ فراس، نتنياهو أيضا صرح بأن قواته ستفتح ممرا آمنا للمدنيين كما يقول إذا ما بدأت العملية، بما تفسر مثل هذه التصريحات وما لها من تداعيات وتبعيات؟ تفضل. يعني دعني في البداية أتوسع بعض الشيء، فيعني أخذ وقت في الحديث لأنك قطعت الحديث وكأني أنا أقول إن إسرائيل حققت أهدافها في إسرائيل. أنا كنت أتحدث عن المشهد الإسرائيلي، عن الداخل الإسرائيلي، ماذا يفكر الداخل الإسرائيلي بهذا الخصوص. إسرائيل نعم حققت أهداف غير معلنة، إسرائيل دمرت قطاع غزة وحولت قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش، لن تستطيع أن تقوم بتهجير قصري لأن هناك مواقف مصرية بهذا الخصوص وتم إبلاغها رسميا للجانب الإسرائيلي. والآن هناك في داخل مجلس الحرب في داخل مصر أيضا رأيين، في رأي من رئيس الأركان يطالب بأن يكون الموقف حازم في مواجهة إسرائيل، وهناك موقف آخر يطالب بأن يكون هناك نوع من التفاهمات فيما يتعلق بإذا ما حدث
هجوم على مدينة رفح. على كل إسرائيل نتنياهو عندما تحدث عن مسألة الهجوم المناورة البرية على رفح تحدث لثلاث قضايا. الأولى تتحدث يريد أن يحول أنظار الشارع عن مسألة الأسرى والمحتجزين إلى مسألة رفح والهجوم على رفح، نعم. ويحمل قيادة الجيش في أنها هي التي تؤخر ذلك. لذلك نرى هاليفي اليوم يتحدث أن الخطط جاهزة وأننا ذاهبون إلى رفح 100%. ثانيا كما قالت الأخت رتيبة، هي في مجال الضغط على حماس بهذا الخصوص، ويستفيد الأمريكي والذي هو يتحمل المسؤولية وهو الذي يقود الحرب في بقية ذلك، واحدة. لأن هناك توافق أمني أمريكي نعم. إسرائيلي على أمن إسرائيل، إن كان من الناحية العسكرية أو إن كان ضمن الخطط السياسية المطروحة. أما النقطة الثالثة والأساسية، نعم. فنتنياهو ذاهب لتحطيم الكتائب الأربعة الموجودة في داخل رفح للقسام ولبقية الفصائل المقاومة. السؤال، هل يستطيع نتنياهو أن يحقق ذلك بشكل عاجل؟ هاليفي يقول لازال الانتصار في إنهاء العمل في خان يونس بحاجة إلى وقت، ونحن أبعد من أن ننهي المسألة في خان يونس. يجب أولا أن يتم إنهاء المسألة في خان يونس، يجب التعامل مع الكتائب في المنطقة الوسطى في دير البلح وفي أنصيرات، ومن ثم الذهاب إلى رفح، لأننا لا نستطيع أن نذهب إلى رفح في ظل وجود 1,500,000 نازح ومواطن في داخل المدينة. يجب أن يكون هناك ممر آمن لكي يخرجوا قبل الذهاب إلى العملية، وأيضا يجب أن يكون هناك تفاهم مع مصر بهذا الخصوص. من سينقذ قصة العملية في داخل رفح إذا ما تم التوصل إلى صيغة لتبادل الأسرى حتى لو كانت مؤقتة بهذا الخصوص؟ لكن هل إسرائيل ذاهبة باتجاه مناورة برية في رفح؟ أنا أجزم لك أن إسرائيل ذاهبة بذلك حتى لو كان ذلك بعد الهدنة، إذا لم تحدث معجزة. ما هي المعجزة؟ أن يحدث اشتباك في الشمال وتفتح جبهة الشمال، أو أن يتم التوافق على خطة سياسية بهذا الخصوص. ولا أعتقد أن في وارد نتنياهو الذهاب بأي اتجاه نحو أي خطة سياسية، لأن بقائه في الحكم المهم، لأن عدم ذهابه للسجن هو المهم، لأن أن لا يسجل في التاريخ لعنات على نتنياهو المهم. لذلك نتنياهو يريد أن يحقق الأمن ويمنع التهديد في الجنوب وفي الشمال وفي الضفة الغربية، لعل وعسى يستطيع أن يحافظ على وجوده كرئيس للحكومة ويرجع ملكا لإسرائيل كما كان سابقا. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ فراس. من جديد إليك أستاذ رتيبة، يعني السؤال الذي لم يجب عليه نتنياهو في تصريحاته هو بأي اتجاه ستفتح قواته الممر الآمن الذي يتحدث عنه؟ نعم، يعني مرة أخرى نتنياهو كان واضح من بداية هذه الحرب أن هذا الممر يريد أن يفتحه باتجاه سيناء، هو يرغب في تهجير الغزيين إلى سيناء، وهنالك مقترحات جاءت في بداية هذه الحرب لإقامة 4 مدن كاملة وبناء هذه المدن داخل سيناء. هنالك اعتراض من داخل مجلس الأمن القومي المصري على هذا المخطط باعتبار أنه تصدير للقضية الفلسطينية إلى مصر وإقحام مصر في مناورات وفي حرب مع إسرائيل مرة أخرى، وهم يدركون تماماً بأن الصهيونية الدينية التي أصبحت اليوم في مركز الحكم في إسرائيل تنادي وبشكل واضح باستعادة سيناء كجزء من أرض إسرائيل، وهي لم تتردد في التحدث عن هذا أمام المحافل الدولية، وبالتالي لدى مصر هنالك تخوفات حقيقية من هذا الأمر. زيارة بلينكن الأخيرة عرضت على مصر تغيير كان معبر رفح أيضا لجعل هذا الأمر ممكنا، بمعنى أن كل الاختيارات متاحة ومازال هنالك ضغط على مصر لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين سواء كانت تحت حجج إنسانية أو تحت حجج أخرى، ما زال هنالك موقف مصري متشدد من ناحية. وبالتالي عندما أتحدث عن معبر هو لا يقصد في هذا المعبر فتح الحدود الشمالية، ولا أعتقد أن يكون هنالك ممرا آمنا إلى شمال قطاع غزة مرة أخرى، لربما سيكون هنالك بعض الممرات الآمنة باتجاه خان يونس، ولكن الشعب الفلسطيني إذا استمزجنا آرائهم لم يعد يثق بالممرات الآمنة. جربنا ممرات آمنة من يعني عدة مرات، عندما قال للناس بأنه بإمكانهم الانتقال من خان يونس
إلى رفح، وعندما قالوا أن هنالك إمكانية للعودة إلى وسط قطاع غزة، ولكن بالضبط، في كل وفي مرة العودة كانت من الناس غزة، في تستخدم هذه حقيقة نعم. الممرات يتم استهدافها. نعم، وقعت الكثير من المجازر في المناطق التي قال الاحتلال بأنه أنشأ بها طرقا أو ممرات آمنة. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي أستاذة رتيبة، أرجو ألا أكون قاطعتك وأنك أتممت الإجابة. نعم نعم جيد، من الجميل أن نواصل الحديث معك أستاذ فراس. يعني إلى أي مدى ترى أن الحديث عن عملية عسكرية في رفح ما هو إلا وسيلة للضغط على المقاومة لكي ترضخ وتتراجع عن ردها على مبادرة باريس؟ يعني إذا أردنا مثلا أن نحلل هذه الفكرة، أبعادها، تفاصيلها، إن كانت فعلا ممكن أن تكون هي التي تمثل عصب الميزان في هذا الموضوع. يعني أولا منذ البداية وحتى الآن نتنياهو لا يريد الأسرى. أحد المقربين من نتنياهو وهو أوروبي في زيارة شخصية له تحدث معه حول هذا الموضوع، وعندما خرج يعني في أحاديث جانبية قال لا يفكر بالأسرى مطلقا في داخل قطاع غزة، يفكر فقط في كيفية القضاء على المقاومة، ويفكر في كيفية السيطرة بشكل كامل على قطاع غزة، ويفكر في كيفية البقاء على رئاسة الوزراء وكرسي نعم الحكم. لاحظ عندما يتحدث نتنياهو عن شروط حماس حول هذه المسألة، هرب ثلاث قضايا، هرب قصة أن حماس قبل أن تظهر الورقة، قال أن حماس تريد وقف إطلاق نار شامل، أن حماس تطلب أرقام ونوعيات كبيرة من السجن، وأن حماس تبحث عن انسحاب من قطاع غزة، وحرض وزراءه ضد الصفقة وطلب منهم أن يتحدثوا ضد هذه الصفقة، وزراء الليكود ووزراء اليمين، تحت عنوان أنه يتعرض لضغوط من حزبه ومن ائتلافه، وبالتالي لا يستطيع أن يتعاطى مع ورقة حماس بهذه نعم الطريقة. ولكن طول مؤتمره الصحفي لم يذكر أسماء، لم يذكر الأسرى والمحتجزين. الأسرى والمحتجزين هؤلاء ليسوا من الجسم الانتخابي لنتنياهو. نتنياهو استدعى أهالي الثكالة الذين قتلوا في قطاع غزة من أجل أن يتظاهروا ضد الأسرى والمحتجزين بهذا الخصوص. إسرائيل الجديدة في عقليتها ما بعد 7 أكتوبر هي عقلية كيفية أن تحافظ ليس فقط على الأمن وإنما على الوجود، بما معنى أنها ترى بما حدث في 7 أكتوبر هو تهديد وجودي لدولة إسرائيل بهذا الخصوص. لذلك تعتقد أنها يجب أن تسيطر على الأمن كاملة من البحر إلى النهر، وسيطرتها على الأمن تبحث عن مقاربة في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية. لماذا تريد أن تذهب إلى رفح؟ تريد أن تذهب إلى رفح لكي تغلق المعبر الفلسطيني، معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتفتح معبر جديد، لأنه يمنع أن يكون هناك اتصال خارجي بين قطاع غزة والعالم الخارجي دون أن يكون وسيط إسرائيلي كما الضفة الغربية على معبر الكرامة بهذا الخصوص، لأن إسرائيل لا تثق بأحد في موضوع الأمن إلا بنفسها. نعم أستاذ لذلك فراس، تستغل للاستيضاح ذلك وليس للمقاطعة، للاستيضاح وليس على سبيل المقاطعة، هل يفهم من قولك أن نتنياهو مثلا يواصل سردية فزاعة 7 من أكتوبر واحتمالية تكرارها ليحافظ على وجوده؟ هل نفهم من هذا أن بقاء نتنياهو يعني ديمومة الحرب في غزة؟ نعم صحيح كلامك، هو يستخدم فزاعة 7 أكتوبر ويستخدم الرأي العام الإسرائيلي المليء بالانتقام. الآن في إسرائيل فقط الخلافات كالتالي، يريدون ترتيب الأولويات، يرى البعض أن الأولوية هي للأسرى والمحتجزين، وأنه إذا لم يتم إخراج الأسرى والمحتجزين أحياء فإسرائيل خسرت الحرب، وفعلا هي إسرائيل خسرت الحرب في قطاع غزة. هي على الصعيد التكتيكي قد تكون ربحت، ولكن على المستوى الاستراتيجي هي خسرت. لن يعود الأسرى أحياء نعم إلى دولة إسرائيل دون أن يكون هناك نعم تبادل للأسرى. الآن موقف نتنياهو فيما يتعلق برفح يستغله الأمريكي في مسألة الهدنة، ويطالب من القطري والمصري بالضغط على نعم المقاومة لكي تتنازل حول هذه المسألة وضحت للوصول الفكرة. على تهدئة. لذلك هم يستغلونها، نعم لكن في حقيقة الأمر المقاومة تعلم أن نتنياهو ذاهب إلى رفح، وأن لا مجال
لوقفه إلا بقرار من مجلس الأمن تؤيده أمريكا ولا تضع عليه فيتو. طبعا أستاذ فراس تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من رام الله الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. أهلا بك أستاذ أسماء معنا. أهلا بكم بضيوفك الكرام أستاذ المشاهدين. أستاذة أسماء، بداية الاحتلال نفذ اقتحامات وحملات اعتقال بمدن متعددة في الضفة الغربية المحتلة، لو تجملي لنا أبرز هذه الاقتحامات وما نتج عنها، تفضلي. نعم، يعني اليوم نتحدث منذ 7 أكتوبر حتى اليوم يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لمختلف مناطق مدن الضفة الغربية بالإضافة إلى القرى ومخيمات الضفة الغربية من الشمال حتى الجنوب. في هذه الليلة، نتحدث منذ ساعات ليلة أمس حتى صباح اليوم الأحد، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لعدد من المدن. نبدأ من مدينة الخليل حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وشهدت هذه البلدة عمليات اقتحام واسعة لعدد كبير من منازل المواطنين، وأجري تحقيق ميداني لعدد من المواطنين حيث تم حجز ما يقارب 30 مواطن داخل أحد المناطق في البلدة، وتم إجراء التحقيق الميداني معهم، وتم لاحقا الإفراج عنهم والإبقاء على اعتقال 3 منهم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك حملة لمداهمة المنازل والاعتداء على أفرادها، كما يعني قاموا بسرقة الأموال ومصادرتها، بالإضافة لمصادرة مركبات المواطنين. ومؤخرا نشهد مثل هذه الاقتحامات والاعتداءات التي توصف بالوحشية لمنازل المواطنين، وبعض هذه المنازل هي منازل لأسرى في سجون الاحتلال أو أسرى محررين أو أهالي الشهداء. أيضا نتحدث في مدينة بيت لحم أيضا في جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام صلاح من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم. بالإضافة، كان هناك مداهمة لمنطقة العساكرة، وقامت بتفتيش منزل المواطن سليم عساكرة والاعتداء على أفراد عائلته. أيضا في مدينة رام الله نتحدث عن اقتحام عدة أحياء فيها وتنفيذ حملات اعتقالات. عرف من بين المعتقلين الطالب في جامعة بير زيت أحمد معروف، وهذا الأسبوع شهد العديد من اعتقال لعدد من الطلبة خاصة طلبة جامعة بير زيت. بالإضافة إلى في شمال الضفة الغربية إلى الاقتحام المتواصل لمدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم وبلدة عزون أيضا شرق مدينة قلقيلية، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى ما يقارب 6950 أسير فقط منذ 7 أكتوبر، وأكثر من النصف تم تحويلهم للاعتقال الإداري، كما أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. وربما كان ذات العدد من الأسرى قد تعرض للاعتقال من شوارع ومدن قطاع غزة، الكثير من المدنيين تعرضوا للاعتقال. أستاذة أسماء، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا. بالعودة إليك أستاذة رتيبة، يعني حماس في المقابل صرحت أن أي عملية عسكرية تستهدف مدينة رفح، هذا يعني من وجهة نظر حماس طبعا نسف مفاوضات التبادل مع الاحتلال، هذا التصريح لمسؤولين في حماس. السؤال هنا، هل يفهم من هذا التصريح أن حماس ألقت الكرة بملعب الاحتلال مرة أخرى؟ يعني أعتقد نعم، هذا التصريح واضح بأن أول شيء رد حركة حماس على إطار اتفاقية باريس، معناها أنها استعدت للدخول في هذه المفاوضات وفي إطلاق سراح الأسرى، ووضعت في ردها على هذه الاتفاقية ملحق واضح وتفصيلي في الآليات والشروط التي تراها مناسبة لإطلاق سراح الأسرى. امتناع إسرائيل عن قبول هذا الرد أولا، واعتباره مبالغ فيه من ناحية، ومماطلتها في إعطاء رد، ويعني هو أيضا باعتبار وضع الكرة في ملعب إسرائيل أصلا، ورفضها للإطار أصلا إسرائيل بقيامها بعملية عسكرية في رفح، يعني القيام بعملية عسكرية في رفح يعني رفضها أصلا للإطار والتفاوض التي أعلنت عنه سابقا، بمعنى اليوم الكرة هي في ملعب الجانب الإسرائيلي. استمرارية ونية وحقيقة نية
الاستمرار في التفاوض، وايضا في ملعب الجانب الاسرائيلي، واي عمليه عسكريه اضافيه في رفح معناها انتهاء هذا الاتفاق من اساسه وعدم جديه هذه المفاوضه. استاذ يسري او استاذ فراس العفو، يعني في الاجتماع الاخير يوف جالانت وزير الدفاع الاسرائيلي ترك الاجتماع في منتصفه، ما يكرس فكرة أن هناك خلافات ما بين قادة الجيش ونتنياهو. سؤالي لحضرتك، في ظل الخلافات التي تضرب قادة جيش العدو أستاذ فراس، والخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش، هل من المرشح أن يمضي نتنياهو في عملية عسكرية بالتزامن مع هذه الظروف؟ يعني هناك خلافات بينه وبين قيادات الجيش الرئيسيين، كيف سيمضي بالعملية؟ يعني دائما هناك خلافات في الداخل الإسرائيلي. الغريب في الأمر أن هذه الخلافات في هذه الحرب ظهرت إلى العلن وعبر وسائل الإعلام، ولكن سابقا دائما كانت تحدث خلافات ونقاشات لم تكن تظهر إلى العلن بهذا الخصوص. يعني تصريحات هليفي اليوم اختلفت. هليفي اليوم قال لدينا الخطة وسنقدمها قريبا لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار السياسي بهذا الخصوص. نتنياهو هو الذي يهرب ويسرب المعلومات وما يحدث في داخل الاجتماعات عبر مكتبه إلى وسائل الإعلام، وذلك لينقل المعركة للرأي العام في داخل إسرائيل، ويحاول أن يهرب من المسؤولية ويحمل كل المسؤوليات للقيادات الجيش والأجهزة الأمنية. هناك نظام في الداخل الإسرائيلي، هذا النظام يستند إلى أن الجيش يأتمر بالقرار السياسي في داخل إسرائيل وبرئيس الوزراء، لذلك مهما حدثت من خلافات تبقى هذه الخلافات هامشية أمام التوافق والإجماع الإسرائيلي في المسائل الأمنية وفي مسائل ما يتعلق خاصة بما حدث ما بعد 7 أكتوبر. المعضلة الأساسية في الداخل الإسرائيلية أن الكل في إسرائيل ينظر إلى الانتخابات وإلى صندوق الاقتراع، لأنه يعلم أنه بعد نهاية هذا العدوان سيكون هناك انتخابات مبكرة، لذلك يحاول نتنياهو أن يطيل أمد المعركة لأنه لا يريد أن يذهب إلى الانتخابات في ظل كل هذه الإخفاقات، وخاصة أن إخفاق 7 أكتوبر لا يقارن بشيء آخر. وقيادات الجيش والأمن أعلنوا أنهم سيتحملون هذا المسؤولية وسوف يستقيلون، في حين نتنياهو يرفض حتى الآن أن يتحمل أي مسؤولية بهذا الخصوص. أنا أرى مسألة مهمة، أن باختصار أن هناك خلافات ما بين الأشخاص أيضا في داخل إسرائيل، وهذه تؤثر حقيقة في الوضع السياسي وتؤثر على الجيش وتحبط الجيش. نتنياهو لا يريد عودة الاحتياط، لأن الاحتياط عندما عاد خرج في مظاهرات في داخل تل أبيب تطالب بإسقاط نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة. نعم، يبقى معنا أستاذ فراس. من جديد أعود إليك، الصحفية الفلسطينية أسماء، يعني نادي الأسير الفلسطيني أكد ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى ما يقارب 7000 أسير. بحسب متابعتك ورصدك للكثير من تصريحات مسؤولين في نادي الأسير ومسؤولين فلسطينيين آخرين وما يتداوله الشارع، ما الذي يريده الاحتلال من وراء زيادة عدد الأسرى بهذا الشكل المهول؟ نعم، هذه حملة الاعتقالات اللي بدأها الاحتلال منذ 7 أكتوبر حتى اليوم هي يعني ليست بالحملات الجديدة. مع كل حدث أمني سواء بالضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة ينعكس هذا على الاعتقالات. مثلا يعني نذكر في حرب 2014 في حرب غزة أيضا شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، واستهدفت حملة الاعتقالات يعني الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط، وتم اعتقال عدد كبير منهم ولا يزالون حتى اليوم منهم الأسير نائل البرغوثي. وبالتالي يعني نتيجة ما حدث في غزة منذ 7 أكتوبر بدأ الاحتلال عمليات اعتقالات واقتحامات في مختلف مدن القصة الغربية، وهذه الاعتقالات يعني جاءت كردة فعل بالبداية. أيضا يعني اليوم الاحتلال مع يعني تطور مجموعات المقاومة وامتدادها ليس فقط في شمال الضفة الغربية ومخيمات جنين وطولكرم ونابلس، بل امتدت أيضا لمدن وسط، نتحدث بوسط الضفة لمدينة رام الله وأيضا لمدن في جنوب الخليل. وبالتالي هناك ارتفاع
في عمليات المقاومه، وبالتالي الاحتلال اليوم يعيش حاله من الهوس لدي من تحول الضفه الغربيه مثل ما يعني حدث في غزه، وبالتالي شهدنا ايضا خلال تصريحات قاده الاحتلال انه يعني كانت هذه التصريحات انه باختصار اسماء لو سمحتي تفضل، كما يعني هذه التصريحات اعطت يد لجنود الاحتلال بتنفيذ كل الانتهاكات في الضفه ليس فقط الاعتقالات، وهذه من اجل السيطره الامنيه على الضفه وانهاء جيوش المقاومه بشكل مباشر. وايضا اذا تتبعنا من هم الذين تنقلهم قوات الاحتلال، تنتقل الاسرى المحررين، النشطاء، الصحفيين، وطلبه الجامعات، وهم الذين يقودون حراكا شعبيا خاصه ميدانيا، فبالتالي هي لا تريد امتداد هذا لا على المستوى الامني ولا حتى على المستوى الشعبي، فتقوم باعتقالهم. ويعني يمكن القول انه لا يرتبط هذا العدد أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا الصحفية أسماء هريش. مشاهدينا الكرام، التغطية متواصلة، نعود إليكم بعد فاصل قصير، نتابع هذه المادة الإخبارية ومن ثم نعود. نداءات حية تستحق أن يستجيب لها أحياء الضمائر. من جديد إليك أستاذة رتيبة، يعني خروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، إلى أي اتجاه يمثل ضغطهم؟ هل باتجاه استمرار الحرب أم باتجاه توقيفها؟ جميع المتظاهرين من أجل إخراج الأسرى هم في نفس المزاج العام، بعضهم يطالب بأولوية إخراج الأسرى حتى لو كانت بصفقة الكل مقابل الكل، ولكن ليس الجميع يتفق على أهمية إيقاف الحرب بشكل نهائي. هنالك تطرف وزيادة للتطرف في الشارع الإسرائيلي تجعل البعض نعم يطالبون بأهمية وضع خطة واضحة لهذه الحكومة لاستعادة الأسرى وجعل الأسرى ضمن أولوياتها، خاصة أن الكثير من الخطابات في بداية هذه الحرب كانت تتحدث على اعتبار أن جميع هؤلاء الأسرى هم في عداد الموتى، باعتبار أن هذه حرب التحرير الكبرى ولا يمكن أن نعتبر الخسائر الفردية هي خسائر، وبالتالي هذا ما دفع الكثيرين خاصة بعد صفقة الإفراج الأولى والتهدئة الأولى للخروج للشارع للمطالبة للحكومة بأن تضع مسألة تحرير الأسرى ضمن أولوياتها، ولكن ليس الجميع متفق على أهمية إنهاء الحرب أو وقف العمليات العسكرية بعد مرحلة استعادة الأسرى، وهذا حتى ما شهدناه في اتفاق الإطار المطروح في باريس لم يطرح قضية إيقاف الحرب، وحتى الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية لم تطرح مسألة وقف الحرب وقفا تاما،
وإنما المسألة هي استعادة الأسرى ضمن أي ثمن ممكن. وأيضا ممكن أن نضيف على هذه المسألة الانقسام العميق الذي بدأ منذ قدوم هذه الحكومة في 2023 ما بين الدولة العميقة بقيادة الجيش والعلمانيين وما بين الدولة الحديثة بقيادة المتدينين والمركزية الصهيونية الدينية التي صعدت إلى الحكم. وبالتالي أيضا في الشارع الإسرائيلي نحن نرى المواجهات ما بين أهالي الأسرى والجنود الذين يطالبون بوقف هذه الحرب أو استعادة الأسرى مقابل المتدينين الذين يهاجمونهم ويتهجمون عليهم أيضا ويحاولون قمعهم. صحفية أسماء، من جديد أعود إليك، ما أثر تزايد أعداد الأسرى على صفقة التسوية والمبادرة التي خرجت من باريس برأيك؟ نعم، برأيي الصفقة هي لا تتأثر بأعداد قضية الأسرى، هي جزء من صفقة شاملة، كما طوفان الأقصى عملية بدأت وكانت أحد أهدافها قضية الأسرة. وبالتالي الإشكالية هنا في ما يتعلق بموضوع الصفقة وتحديدا بملف الأسرة تتعلق بالنوعيات أو الملفات الثقيلة اللي يرفض الاحتلال مناقشتها، والأسماء اللي وردت مؤخرا في الإعلام مثل ما نتحدث عن الأسير مروان البرغوثي والأسير أحمد سعدات والأسير عبد الله البرغوثي، وهم من الأسرى المحكومين بمحكوميات عليا منهم المؤبدات. وبالتالي نتحدث انه الملفات والقضيه هي غير مرتبطه بعدد وكم بتاتا، وبالتالي كل حملات الاعتقالات اللي ينفذها الاحتلال هي لا تؤثر بشكل مضمون على عمليه صفقه تبادل الأسرى، بالاضافه الى انه الاحتلال هو لا يؤتمن حتى لو تم الافراج عن الأسرى، لا نتوقع خاصة في الصفة أن تتوقف حملات الاعتقالات، كما تحدثت مؤخر أنه تم إعادة اعتقال من تم الإفراج عنهم في صفقة شارليط عام 2014. هل تتفق مع هذا الرأي؟ تفضلي بالبقاء معي أستاذة أسماء، نشرك بالحديث معنا الأستاذ فراس من جديد. هل تتفق مع هذا الرأي أنه لا مشكلة لدى حكومة الاحتلال بسقوط مزيد من الأسرى قتلى؟ كتائب القسام أعلنت مقتل 2 من المحتجزين الإسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة جراء القصف المتواصل على غزة. ما المردود والمتوقع بعد تزايد عدد القتلى المحتجزين جراء قصف جيش الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة؟ تفضل أستاذ فراس. هذا يزيد الضغط على نتنياهو بشكل كبير في الداخل الإسرائيلي، ويزيد الضغط في مجلس حربيه، لأن مجلس الحرب منقسم حول هذه المسألة. ولاحظنا أن يائر لابيد تدخل وأعطى شبكة أمان بهذا الموضوع لنتنياهو بهذا الخصوص. لا، هناك ضغط حقيقي في داخل إسرائيل بما يتعلق بالأسرى والمحتجزين. 47% من الشارع الإسرائيلي يؤيد أن تكون الأولوية هي للأسرى والمحتجزين، و43 في المئة يريد استمرارية الحرب قبل الحديث عن الأسرى بهذا الخصوص. لذلك ما أعلن القسام اليوم عن وفاة 2 قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي وأصيب 8 يندرج أيضا في أحاديث وسائل الإعلام الأمريكية التي قالت أن ثلث أعضاء الأسرى والمحتجزين قد قتلوا نتيجة للقصف الإسرائيلي، وهذا ما أثار الغضب في الداخل الإسرائيلي. لذلك نتنياهو يتعرض لضغوط ويحاول أن يهرب من خلال حديثه عن مناورة رفح بهذا الخصوص، لأنه لا يريد أن يلتزم بفترة طويلة من الهدوء من أجل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ويحمل حماس المسؤولية أنها قدمت مطالب مبالغ فيها. أعتقد أن هذه المسألة ستضغط أكثر، وقد تكون بشكل إيجابي، تنعكس بشكل إيجابي على اجتماعات الثلاثاء القادم في القاهرة ما بين الأطراف للوصول لصفقة لو بالحد الأدنى لحول المرحلة الأولى. أستاذة رتيبة، بحسب تحالف أسطول الحرية فإن سفن كسر الحصار عن غزة ستبحر إلى القطاع قريبا. هذا الضغط الشعبي العالمي بالتزامن طبعا مع التظاهرات الجارية في أغلب دول العالم، إلى أي مدى ترين أنه أثر في المواقف الحكومية؟ لا يتغير في الخطاب والمزاج العالمي في الاستفاضة بجانب إسرائيل. نحن لاحظنا
في بدايه هذه الحرب ان هنالك كان دعم وضوء اخضر لاسرائيل مطلق من معظم الدول الغربيه وتبريرا لعملياتها العسكريه. مع تزايد الضغط الشعبي في هذه الدول بدات تعيد حساباتها حتى في الخطاب الاعلامي، ان لم يكن حتى انهاء لاتفاقياتها التاريخيه والعميقه ومصالحها العميقه مع اسرائيل، على الاقل في خطاباتها وتوجهاتها. يعني حتى بريطانيا التي تعتبر من منشئين الكيان الاسرائيلي وذات اعمق علاقات معه كانت تتحدث بحذر شديد جدا عن مفهوم حل الدولتين ووجوب وقف اطلاق النار وليس التهدئه، لان مجرد صفقه وتهدئه مؤقته لن تحل المشكله وستطفي المشكله مره اخرى على السطح. هذا التغير في الخطاب ايضا هو نتيجه هذه الضغوطات، ما لاحظناه مثلا من موقف فرنسا ايضا الذي اصبح اكثر حذرا في التعبير عن موقفها نتيجه خوفها من 10 مليون من المسلمين في فرنسا وغضب الشارع الفرنسي. ما رايناه حتى في حمله بايدن نفسها عندما امتنع اتحاد العمال عن او انقسم اتحاد العمال ما بين مؤيد ومعارض لدعمه لحمله بايدن والانتخابيه. بمعنى المزاج العام في الشارع في العالم الغربي والعالم بشكل عام اثر على خطابات الحكومات جعلها تعيد حساباتها وحسابات القوى في كثير من الامور. ولكن سنكون حذرين اكثر في التحدث عن هذا الموضوع لاننا نعلم ان علاقات الدول هي علاقات استراتيجيه وتحالفاتها مع اسرائيل هي اعمق من مجرد الضغط الشعبي الموجود عالميا، ولكن التراكميه في الضغط الشعبي قد تحدث تغيير حقيقي في الحكومات المستقبليه في هذه الدول، وبالتالي رولا ربما في سياساتها المستقبليه تجاه القضيه الفلسطينيه ودعمها اللامشروط لاسرائيل. اليك من جديد الصحفيه اسماء. بالتوازي مع محاولات جيش الاحتلال تهجير اهالي غزه، فان المستوطنين ايضا يقومون تقريبا بذات الدور في مختلف مدن الضفه الغربيه المحتله. ما مدى امكانيه فعل ذلك في ظل سكوت جيش الاحتلال الصهيوني عن كل ممارسات مستوطنيه؟ نعم، نتحدث يعني عن هذه الحكومة الإسرائيلية، هي يعني هي أساسا هي حكومة مستوطنين بإدارة وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش. هؤلاء بيقوموا بتوجيه المستوطنين لتنفيذ الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية، لأنه هدفهم هو التطهير العرقي. يعني هذه الانتهاكات والاعتداءات ليست جديدة منذ 7 من أكتوبر، بل منذ مجيء هذه الحكومة الإسرائيلية أي حكومة بن غفير وسموتريتش بدأت الانتهاكات المتزايدة، خاصة نتحدث عن هناك امتداد لأعداد كبيرة من المستوطنات في الضفة الغربية. هناك كان أمر مباشر بعد أحداث 7 من 7 أكتوبر، قام بن غفير بأمر يكون كل مستوطن لديه سلاح بحجة حماية نفسه، وبالتالي هذا يعني أدى لارتفاع الانتهاكات والاعتداءات، وهذا كان ضوء أخضر من هذه الحكومة لاستمرارها مزيد من الانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين. بات المستوطنين اليوم يعني يشكلون خطر كبير على حياة المواطنين، حيث تتقاطع بعض الطرق فيما بين المواطن الفلسطيني تنقله من مدينة لمدينة أخرى. هناك خوف على حياته. مجموعات من المستوطنين أيضا قامت بالتحريض ضد بعض النشطاء والصحفيين والأسرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفعليا تم اعتقالهم وهم في يعني اليوم هم اعتقلوين نتيجة هذا التحريض. بالإضافة إلى أنه كان هناك اعتداءات وسرقة لمنازل المواطنين ولأراضي المواطنين، ونتحدث ما يقارب منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم استشهد أكثر من 30 مواطن فلسطيني فقط على أيدي المستوطنين نتيجة هذه الحماية التي توفرها هذه الحكومة من جيش الاحتلال. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. من جديد إليك أستاذ فراس، يعني نتنياهو يحاول بشكل صريح أن ينسف المفاوضات الجارية مع حماس بشكل مباشر، ما هي مصلحة نتنياهو من العمل على نسف المفاوضات؟ تفضل. يعني نتنياهو لا يريد هدنة ولا يريد توقف لإطلاق النار، معنى وقف إطلاق النار عودة
الاحتياط. لاحظ عندما قام هليفي بتسريح الاحتياط يطالب بإعادتهم إلى المعركة، وأنه لماذا تم ذلك، فيقول له هليفي هذا قرار مجلس حرب وليس قرار فقط من رئيس الأركان. نتنياهو يعتقد أن استمرارية الحرب ستبقيه على كرسي الحكم في رئاسة الوزراء، وستمنع من الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي ستمنع من ذهابه إلى السجن. لاحظ المقارنة ما بين أولمرت ونتنياهو. أولمرت عندما هزم في عام 2006 ذهب إلى السجن لأن أقرب المقربين إليه شهدوا عليه. هذا أمام ماثل أمام نتنياهو، أن فشل نتنياهو الأمني في 7 أكتوبر وخلق الانقسام في الداخل الإسرائيلي تحت مفهوم الإصلاح القضائي، والآن عدم تحقيق الأهداف في قطاع غزة بعدم الإخراج عن إفراج الأسرى والمحتجزين ولا القضاء على حماس وسحقها. يعني الوحيد الذي يتحدث عن النصر المطلق هو نتنياهو، لا يوجد قائد في داخل إسرائيل يتحدث عن ذلك. لذلك نتنياهو يريد نزف. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. نواصل هذه التغطية، أهلا بكم من جديد. إليك أستاذة رتيبة، وأرجو أن تكون الإجابة مختصرة، أعتذر منك لأن الوقت داهمنا. ما السيناريوهات المتاحة في ظل تحول المواقف وضغوط الممارسة على المقاومة، لا سيما بعد ردها على ورقة باريس؟ يعني نعم، هنالك ضغوط تمارس على الدول العربية الشقيقة وعلى الحلفاء للضغط على المقاومة للتنازل عن هذه الشروط. هنالك محاولة لإجراء مفاوضات جانبية مع أطراف أخرى لخلق سيناريو اليوم التالي للحرب. هذا معناه يعني عودة القضية الفلسطينية إلى مأزق الاحتلال الكامل لقطاع غزة، انهزام المقاومة الفلسطينية، يعني انهزاما ليس فقط للمقاومة داخل فلسطين، وإنما كسر للتأييد العالمي وموجة التأييد العالمي الذي ظهرت القضية الفلسطينية مرة أخرى. وسنحتاج إلى سنوات للعودة إلى هذه النقطة. لذا نرجو ونأمل أن يكون هنالك مفاوضات سياسية وليس فقط مفاوضات على قضية الأسرى أو المقاومة الفلسطينية، وأن تعود القضية الفلسطينية لإيجاد مفرق أساسي لحل سياسي دائم لهذه القضية. أيضا باختصار أستاذ فراس، ما ينبغي أن يركز عليه اليوم السقف السياسي للمقاومة أثناء التفاوض؟ لو المقاومة هي وكل ممثلي الشعب الفلسطيني وكل العالم الآن يتحدث عن دولة فلسطينية، وبالتالي عظم التضحيات التي حدثت في قطاع غزة أدت إلى أن الطبقة السياسية في الغرب والولايات المتحدة تتحدث عن دولة فلسطينية بهذا الخصوص، وأنه لا يمكن أن يحدث أمن وسلام واستقرار في المنطقة دون أن يحصل الفلسطيني على حريته واستقلاله. أعتقد أن نتنياهو وحلفه يحاولون قتل ذلك، ولكنهم لن ينجحوا، لأنهم إذا ما تاهوا في غزة وأنفاق غزة وغرقوا في وحل قطاع غزة فهم سيأتون نتيجة المقاومة وحرب الاستنزاف، وسيكون هناك بإذن الله بعد 7 أكتوبر دولة فلسطينية مستقلة. من القدس ضيفتي عبر سكايب عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس رتيبة النتشة، شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكرك ضيفي عبر سكايب من القدس أيضا المتخصص في الشأن الإسرائيلي أستاذ فراس ياغي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية، نراكم دائما على خير، في أمان الله.